أجمل الرحلات في الدنيا يصورها ويرويها ابن بطوطة. دولة الكويت دولة عربية واقعة في الطرف الشمالي الشرقي من شبه جزيرة العرب وعلى ساحل الخليج العربي، يحدها من الشمال العراق ومن الغرب والجنوب السعودية والعراق والمنطقة المحايدة، أما من الشرق فالخليج العربي. تبلغ مساحة الكويت 17,818 كيلومتر مربع. العاصمة هي الكويت، وأهم مدنها الأحمدي والسالمية والشعيبية والفحاحيل، وتتناثر أمامها مجموعة من الجزر. أراضي الكويت عبارة عن سهول رملية تتخللها بعض الواحات الخصبة والتلال أو الجبال القليلة الارتفاع، وأشهرها جبل اللياح. فيها أودية أشهرها وادي الباطن ووادي الشق. أهم ما تعتمد عليه الكويت في اقتصادها هو النفط، وأهم نباتات الكويت وأشجارها النخيل. الصناعة في الكويت صناعة حرفية، وفيها بعض الصناعات المتطورة، وخصوصاً صناعة المواد الغذائية والإسمنت والحديد وبناء سفن الصيد والصناعات البتروكيميائية.